السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في محاضرة ثالثة من مادة تطبيقات مناهج البحث العلمي في الإحصاء المستوى الرابع. أرجو أن تكونوا جميعا بخير وفي أحسن صحة وحال. إحنا اتكلمنا في المحاضرة الأولى والثانية على مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت. النهاردة هنستكمل حاجة اسمها التشتت النسبي. إحنا خدنا عنه فكرة في المحاضرة الأخيرة، اللي هو التشتت النسبي إن أنا بحول التشتت العادي إلى نسبة عن طريق بجيب حاجة اسمها معامل الاختلاف. معامل الاختلاف ده بيتحسب انك بتقسم الانحراف المعياري على الوسط الحسابي في 100. طب ايه الاهميه بتاعت التشتت النسبي؟ هو التشتت النسبي اساسا بيستخدم ليه؟ لو عندي عايز اقارن بين ظاهرتين. يعني يستخدم التشتت النسبي اللي هو معامل الاختلاف ده لو عندي ظاهرتين وعايز اقارن التشتت بتاعهم. فبجيب معامل اختلاف لكل ظاهره على حده كانها مساله منفصله، بجيب لها معامل الاختلاف، يعني بحسب لها وسط حسابي وانحراف معياري واقسم الاثنين على بعض واضرب في 100. اللي يديني في الاخر نسبه اكبر، معامل اختلاف اكبر، يبقى هو الظاهره الاكثر تشتت. طب الكلام ده هنعمله ازاي؟ تعال نشوف مع بعض مثال كده او كذا مثال نطبق عليهم الكلام ده. عندي مجموعتين، المجموعه الاولى ارقامها 8 9 5 6 12، المجموعه الثانيه 3 10 12 13 2. السؤال هنا يا جماعه خلي بالكم هو بيقول ايه؟ بيقول لك عايز يعمل مقارنه. اول ما الاقي كلمه عايز يعمل مقارنه دي عايز مقارنه تشتت المجموعتين. ما ينفعش يا جماعه نقارن التشتت غير عن طريق معامل الاختلاف. معامل الاختلاف هو اللي بيجيب لي عمليه المقارنه دي. يبقى دي معناها ايه المساله دي كده؟ ان انا همسك المجموعه الاولى لوحدها اجيب لها معامل الاختلاف بتاعها، والمجموعه الثانيه اجيب لها معامل الاختلاف بتاعها، اللي هيطلع نسبته اعلى قلنا هيبقى هو الظاهره الاكثر تشتت. طيب تعال نشوف كده مع بعض. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد المجموعه الاولى دي كانها مساله منفصله، هي ركز معايا كده على الجنب اليمين ده. هنحط الارقام نفسها نسميها س، هنجمعها هيطلع المجموع 40. هنيجي تحت الجدول نحسب الاول الس شرطه. اهو. هاخد مجموع ش 40، مجموع ش 40 على عددهم هم خمس ارقام، يديني وسط الحساب بكام؟ ب 8. عظيم. عشان اجيب لي الانحراف المعياري زي ما عملنا في اخر المحاضره اللي فاتت، هنعمل جذر 1 على ن ناقص 1 في مج س تربيع ناقص مج س الكل تربيع. يبقى انا محتاج ازود على الجدول خانه احسب فيها ايه؟ الس تربيع، يعني اضرب كل س في نفسها. 8 في 8 9 في 9 5 في 5 6 في 6 12 في 12، اجمع يطلع المجموع 350. ناخد الرقم ده نعوض بيه اهو. يبقى 1 على ن ناقص 1، ن هم 5، يبقى 1 على ن ناقص 1 يبقى 1 على 4. مج س تربيع اهي 350 احنا لسه مطلعناها في الجدول، ناقص مجموع س بس اللي هو ال 40 هنربعه، يبقى 40 هنربعه ونقسم على ن اللي هي كام؟ 5. طبعا هنحسب بالكالكوليتر بتاعنا. 350 ناقص 1600 على 5 هيطلع رقم، هضربه في 1 على 4 هيطلع رقم، هياخد الجذر بتاعه ويطلع لي 2.74%. كل ما عليك دلوقتي انك تقسم الرقمين دول على بعض 2.74 على 8 وتضرب في 100 هيدي لك 34.25%. سنكرر نفس الخطوات بالظبط للمجموعه الثانيه كانك بتحل التمرين مره ثانيه. هناخد الارقام نسميها س هنجمعها هيطلع المجموع 40، صدفه ان المجموع طالع 40 برضو. مش لازم الاثنين يدوا نفس الرقم، يعني كل مجموعه ممكن يبقى ليها مجموع مختلف. هي الصدفه ان الاثنين يدوا 40. المهم هيطلع المجموع 40، فهنجيب س شرطه اللي هي مج س على ن، يبقى 40 برضه هم عددهم 5 فيديني 8. صدفه يا جماعه ان الرقمين طالعين زي بعض. هروح اجيب عيني، يبقى محتاج ازود الخانه بتاعت س تربيع، يبقى هضرب كل س في نفسها، يعني 3 في 3 ب 9، 10 في 10 ب 100، 12 في 12 ب 144، 13 في 13 ب 169، 2 في 2 ب 4 اجمع. هيطلع مجموع س تربيع 426، هناخده نعوض بيه في القانون. يبقى جذر 1 على 4 في مج س تربيع 426 ناقص مج س اللي هي 40 تربيع على 5. بنفس الطريقه هنحسب هيطلع الناتج 5.15%. يبقى معامل الاختلاف هنقسم عين على س شرطه في 100، يبقى 5.15% على 5.15% اللي هي عين على س شرطه اللي هي 8 ونضرب في 100 هيطلع 64%. يبقى الظاهره الاولى ادتني كام؟ ادتني 34. طب والثانيه ادتني كام؟ 64. مين اللي نسبته اعلى؟ الظاهره الثانيه. يبقى كده اقدر اقول ايه في التعليق بتاعي؟ ان الظاهره الثانيه اكثر تشتت من الظاهره الاولى. طب هتلاحظوا في التمرين ده ايه اللي حصل؟ التمرين ده انا سبتك تحسب كل حاجه من A to Z، يعني انا اديتك الارقام وانت اللي عملت الجدول وحسبت س شرطه وحسبت الانحراف المعين. طب لو حبيت اوفر لك وقت شويه ممكن اعمل معاك ايه؟ ممكن نعمل حاجه ظريفه جدا. ايه هي؟ ان احنا ندي المجاميع على طول، نديك المجاميع على طول. تمام؟ خلي بالكم يا جماعه انا كان ممكن امشي ابطا من كده بكتير، يعني واحاول اخليك مثلا تكتب معايا وتعمل معايا، بس في الحاله دي هيبقى الفيديو حجمه كبير فهيبقى صعب في التحميل، فانا عشان كده بحاول اختصر
لكن انت سعادتك ممكن وانت بتذاكر توقف الفيديو وتبدأ تعمل الجدول وترسم وبعدين تمشي معايا خطوة بخطوة برضو، وكل ما تحس ان انت متأخر عني وقف الفيديو وكمل الشغل بتاعك. تمام؟ شوف المثال التاني اهو. اذا كان لديك عينة من 4 طلاب، هنا انا مدي لك ايه بقى؟ مدي لك مجموع الاطوال، يعني مجموع سين ب 670، يعني احنا خدنا طول كل طالب وجمعنا الاطوال دي طلعت 670 سم. طيب مجموع مربعات الاطوال، يعني ربعنا كل سين وجمعنا المربعات دي، ده زي كأن الجدول اللي انا بعمله. مش انا في الجدول كنت بعمل عمود لسين واجمعه وعمود لسين تربيع واجمعه، انا مديك العمودين اهو جاهزين. في الظاهرة التانية الاوزان، جمعنا برضو الاوزان بتاعتهم طلعت 270 كيلو جرام، حسبنا سين ناقصين شرطة لكل تربيع طلعت 475 كيلو جرام. السؤال اي الظاهرتين اكثر تشتت؟ طيب احنا هنلاحظ بس قبل ما نمشي ان عندي حجم العينة 4، يبقى دي نون بتاعتك اهي. قبل ما نبدا نحل يبقى نون عندي بكام؟ ب4. هو مديني ايه البيانات اللي عندي؟ مج س بالنسبه لظاهره الطول، ومديني مج س تربيع، ومديني هنا في الوزن برضو مج س، بس مش مديني مج س تربيع بقى، مديني مج س ناقص س شرطه الكل تربيع. طب ايه الهدف من الكلام ده يا جماعه؟ الهدف هنا ان انا هضطر وانا بحل استخدم مره صيغه الانحراف المعياري الاولانيه ومره صيغه الانحراف المعياري الثانيه. تعالوا كده نشوف مع بعض هنعملها ازاي. هنمسك ظاهرة الطول الأول، نون ب4، مج س ب 670، مج س تربيع ب 112 350. كأنك عملت الجدول بالظبط، هتطبق زي التمرين اللي فات بالظبط. يبقى س شرطة مجموع س على نون، مجموع س اللي هو 670 على نون عددهم 4 فيديني 167.5. عين نفس القانون، 1 على نون ناقص 1 يبقى 1 على 3. مج س تربيع جيفن عندي 112 350 ناقص مج س اللي هي 670 تربيع على 4 هيطلع 6.45%. اقسم عين على س شرطة واضرب في 100 يبقى 6.45% على 16.75 في 100 سوري على 167.5. دي غلطة مبينة يا جماعة، دي على 167.5 عفوا، ونضرب في 100 هيطلع الناتج 3.85%. لما نروح بقى للظاهرة التانية بياناتها مختلفة. س شرطة مج س على نون دي ما فيهاش مشكلة، يبقى 270 على 4 تديني 67.5. دي س شرطة بالنسبة للظاهرة التانية. بالنسبة للعين بقى هنا لما أجي أستخدم القانون الأولاني، القانون الأولاني ده مش هينفع معايا بقى دلوقتي اللي إحنا حلينا بيه الظاهرة الأولى. لأن طبيعة البيانات هو مديني س ناقص س شرطة لكل تربيع، يبقى لازم أستخدم الصيغة دي أهي اللي هي فيها مج س ناقص س شرطة لكل تربيع. هي دي الصيغة اللي تنفع معايا في الحالة دي. يبقى دي المسألة الوحيدة اللي أنا بجبرك فيها انك تطبق قانون عين مره بالشكل ده ومره بالشكل ده. حتى بص انا قايل لك ايه؟ قايل لك خد بالك ان احنا هنا مره طبقنا القانون ده ومره طبقنا القانون. طب انا ليه عملت كده يا جماعه؟ عشان هنا البيانات مديني س وز تربيع، لكن هنا مديني س ناقص س شرطه لكل تربيع. هناخدها على طول نقسمها بقى على نون ناقص 1 هي ب 475 اهي معطى، على نون 4 ناقص 1 يعني على 3، وناخد الجاز اللي يطلع 12.58. قاسم بقى عين 12.58 على س شرطه اللي هي 67.5 واضرب في 100 هيدي لك 18.63%. طب الاولانيه كانت طالعه كام؟ كانت 3%. مين اللي نسبته اكبر؟ ظاهره الوزن. يبقى كده اقول ان ظاهره الوزن اكثر تشتت من ظاهره الطول. خدت بالكم يا جماعه؟ تمرين جميل جدا. نشوف كلمه تمرين. ده تمرين بقى مختصر جدا، مختصر جدا. انا بشوفك بس انت فاهم يعني ايه قارن ولا لا. بقول لك في دراسه لذراتي الطول والوزن في احدى الكليات العسكريه خدنا عينه من 100 طالب فلقينا الوسط الحسابي. ايه ده؟ يعني انا مديك الوسط الحسابي، ركز، لقينا الوسط الحسابي يعني ده الوسط الحسابي اللي هو س شرطه ب 150، ولقينا الانحراف المعياري يعني العين. يعني انا مديك الوسط الحسابي والانحراف المعياري، يعني مديك س شرطه وعين بالنسبه لظاهره الطول. كمان في الوزن مديك برده الوسط الحسابي اهو، يعني س شرطه برده، ومديك الانحراف المعياري اللي هو عين. المطلوب هنا عايزين نعمل مقارنه. اول ما نلاقي كلمه مقارنه يا جماعه، سواء قال لي بقى عايز يقارن التشتت او عايز يقارن التجانس، بنبدا نجيب معامل الاختلاف. اهم حاجه هي كلمه قارن دي، يعني عايزين نجيب معامل الاختلاف لكل ظاهره. طب معامل الاختلاف للظاهره الاولى، هنقسم عين اللي هي 15 على س شرطه اللي هي 150 ونضرب في 100 تديني 10%. طب معامل الاختلاف للظاهره الثانيه، هنقسم عين اللي هي 5 على س شرطه اللي هي 55 ونضرب في 100. هلاقي الظاهره الاولى النسبه بتاعتها اكبر، يبقى هنقول كده ان ظاهره الطول اكثر اكثر تشتت من ظاهره الوزن. يبقى هنا الطول اكثر تشتت، اكثر تشتت يعني التجانس بتاعه قليل. يبقى معنى ذلك كده ان الظاهره الثانيه هي الاكثر تجانس، يعني
حبينا ناخدها من ناحية التجانس. ما هو التشتت كتير يعني ايه؟ يعني بعيد عن بعض، يعني التجانس قليل. عكس التانية التشتت بتاعها قليل يعني التجانس بينها كبير. المهم عشان ممكن ما نتلخبطش، يبقى خلينا دايما التعليق بتاعنا ممكن نقول ان ظاهرة الطول اللي يديني نسبة اكبر يبقى هو الاكثر تشتت من ظاهرة الوزن. اشكركم وهنكتفي بهذا القدر، واراكم في المحاضرة القادمة على خير بإذن الله. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.